السلام عليكم. هلا 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 عيني اخوان. ابو وسن وضع كلش حرج، وهاي الوصفه مالته تكلف 700,000 دينار، وانا بعد ما عندي فلوس. فدوا اروح لكم خلي نساعده. 700,000 هاي ايش بيه غايب؟ هذا ابو وسن ترى عرج ما يطقه يابا. البارحه انا وياه بالمستشفى. عمي ما عنده اهل، ما عنده عشيره، اي خلي يساعده. ما يخالف ابو حارث، الخاطر مرته وجهالا نساعده. عمي احنا على باب الله، وضعنا تزق. عوده اللي يصير بابو وسن اليوم ممكن باكر يصير باي واحد بينا. ابو وسن اكبر كذاب. عيني لا تخاف علينا، خاف على نفسك، احنا كل شيء ما يصير بينا. يابا اول مره الرجال يطلب مساعده بلسانه، واحنا اهله واصدقائه وجيرانه، خلي نساعده، خلوا عندكم رحمه. قام يجدي بمكان النوم. ضمد الزم حدودك. غايب اسمح لي، انت اذا تيد تسوي زين ساعده، يعني تيد مساعده من عندنا بالقوه. ايش مدريني انا غايب، خلينا مرتاحين، لا تجيب لنا مشاكل الله يخليك. ايه يابا ضلوا مرتاحين، اروح انا. الله وياك. لطش القشمر هذا ابو وسن، ايش مسوي له من سحر؟ ايش مدريني يا بيه من العباس. يلا وينك يا دوش؟ ايش ايدك ايدك شيلها ايدك ايدك يلا. عكس عكس طبعا عكس. لحظه هاي جهاد. هاي السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حبيب. هلا قلبي. ها شنو الاخبار؟ والله يا سعودي شغله ابو وسن كلش مضوجت لي. هم ابو وسن ايش بيه؟ ابو وسن يا برجال مريض كلياته كلش تعبان، ايش بيكم يابا؟ يا مريض يعني انت مو مصدق؟ لك هذا خده خده متمارض ما يريد يشتغل. صح واني ايدك. ايش بيه ابو وسن يابا؟ اشو طول وعرض؟ لو اتعلم على الجديه يا جديه يابا. شنو السالفه؟ الرجال لا طالب شيء ولا راي شيء، بس انا شفته فلوس دوا ما عنده. هسه دعوفنا من عنده. تعال داغلبك لتعال. السلام عليكم اخوان. اهلا سلام. هلا هلا عمو اجيب لك سكر. لا لا خذ راحتك مرة صدكم اخوان. يا الله استريح استريح استريح. يا الله شلونكم؟ الله بالخير. الله بالخير والسرور والعافية. الله بالخير. الله بالخير حبيبي. يا با شفت الاخينا بالله ليش ضايج؟ دي يفكر لي بابو وسن. يا قال ابو وسن يا حكي ابو وسن. اوه هذا اللي بس يتشكى ويتبكبك و بعود. لا عاب حلقك، سمعت خويا؟ الكل يعرف بيه بس يتشكى. بطني قلبي كليتي يا معود عوفك منه. يابا الرجال اموره مو تمام، واصلا قاعدين ببيت كلش تعبان، يوميه طارديهم من عندهم. ايش بيكم؟ ما ادري ايش بيكم. يابا عاد انت شلونك بدفع الايجار تخبل؟ يا معود لا يغرك حكي هذول الناس الكذابه. حبيبي هذول الناس صار عندهم الكذب مهنه. يلا خلينا نجيب دوم لين العب 4. يلا. لا 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 ها انا ما لي خلق، من رخصتكم اروح. اه اي والله. يلا غالي يا بغالي. ابو وسن الله يساعدهم. غاتل هلا ابو حارث. هلا عمي شلون صرت؟ والله هسه كنت يم علاوي المضمد. اي انا مسكن والله كريم. ايش هذا الشكل يا ابو وسن؟ شويه انطي نفسك انت، ساعد نفسك انت، شويه اشتغل، شويه كد على نفسك، روح المستشفى، سوي العمليه، اذا انت مكلب لي بهذا المضمد علاوي، هو هذا المضمد علاوي، شو بدي اسوي لك؟ ايش اسوي يا عمي؟ مو قدامك، شوف وضعي، ما لي فلوس عمليات، مستشفيات، الله يخليك. ما يصير يا ابو وسن، روح اشتغل، والله يقول اسعى يا عبدي وانا عينك. عندك شغل الله ويدك، هسه روح اشتغل. يا اخي انا شو طالع كفيل بيك انا؟ ابو حارث، قابل احنا مرتاحين على هاي الشغله؟ والله شو مبين انتو هاي مرتاحين على هاي الشغلة في مال. لا الله وياك. هلا ابو حارث. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا شلونك ابو وسن؟ سلامتك. الحمد لله احسن شوي. هم شلت يم المضمد؟ اذا ما ياخذ هذا المهدئ يضل يلوب من الالم. يا بدي روح ارتاح يا عيني. الجهال وين؟ بالمدرسة. شوفي اي شيء تحتاجون الامياء موجودة بالبيت، واني اشوفك بعدين. ما تقصر خويا. يلا اخوي يلا انا اروح للدوام. انا ذكر الله نلتقي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يلا عيني امشي. مسكين ما عنده حد. عفا عليك غير احنا اهله وناسه. بعدين ترى اخوي الزلمه يستاهل، يستاهل نسوي له هيك فاتحه ترفع الراس.
صدق الله العظيم. تفضلوا اخوان على العشاء. تفضلوا. تفضلوا تفضلوا يا جماعه. تفضلوا الف رحمه على روحه، الف رحمه على روحه. والله يا سحودي هذا اللي قدمته بالفاتحه رفعه راس ويستاهل المرحوم. يعني انا ما بدي اسولف بهي السالفه بس وحياتك بالثلاث ملايين ونص ما بين الطليان، ما بين حباشات الاكل، الشادر، الكراسي، كلها تبعت. الله يرحمك. الله يرحمك. دعتك سعودي من جيبي الخاص 5 ملايين اني دافع على هالفاتحة. يا بالشايات والدقايق واللبن كلها علي حوالي 850,000 دينار. ممكن يا جماعة 2.5 مليون صرفت. طبعا يستاهل المرحوم، واصرف 4 ملايين على الفاتحة لو عندي. حتى الراوي للمناطق الأخرى أنه من توفى صاحبنا شلون سوينا لفاتحة معتبرة. لا كان يوبيع وابني. ألف رحمة على روحك. لو صار في الربع هذا الجاي يحجون بي على علاجك، كان هسه أنت بصحة زينة وعايش بنص عائلتك وأطفالك. زحام مستمر في شوارع العاصمة بغداد والعراق بشكل عام، هاي حتى أصبحت الاختناقات المرورية رفيقاً دائماً للعراقيين ومعرقلاً أساسياً على ازدحامات السيارات والمرور. عم بدي روحوا روحوا شوفوا لنا حل. والله يا بدا مو احنا نفكر ونشوف حل نخلص نفسنا نموت من وراء هاي الازدحامات. أنا ما أموت. ليش؟ ابن عمي سايق إسعاف أخابره يجيني للبيت طا 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 أوصل للدائرة بحجة مريض ومن أرجع همينة طا 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 للبيت. شلون فكرة؟ شوف ما فكرت غير بس بنفسك. زين وبقية الناس شلون؟ أنا أقول نشتري بايسكلات. شوف البطران يا بايسكلات البيت عن الدائرة بالسيارة ياخذ له ساعة. تريدني بالبايسكل ساعة أسوق؟ والله إيش تحكي وياك؟ والله ذكرتوني بأيام قبل. هيا با كنت اطلع قبل ربع ساعة للدوام واوصل. هاي الامانة مطابقين تقول طيارة. اي والله صدق طيارة شرف صدق يراد لها طيارة. تخيل هاي واحد يجي عنده فلوس ويشتري له في الطيارة هليكوبتر ويطلع من بيته يقلع ويروح وين ما يريد يهبط. ايش قد حلو. لك لا مو هليكوبتر طيارة كبيرة. شوف الازدحامات شو مسوية بيهم. اقول ليش ما نشتري صاروخ؟ مو حسن؟ شبيك ضمن؟ بس اسمع روح ادفع الايجار انت اولا. يا بيجيك الايجار بس اسمع فكرتي. شوف هسه احنا بالمنطقه عندنا كم سياره تقريبا؟ اكثر من 200 سياره. بقول اكثر. زين اذا اتفقوا كل هالمنطقه وباعوا سياراتهم ونبيع عندنا والما عندنا ونشتري طياره نص عمر. لحظه هسه انت قاعد تحكي صدق تشاقه فهمني. مو قلت لك دحكي صدق. يلا طبعا انتم بس فكروا بالمشروع. غايب ايش بيك يا معود؟ بس افهموني يعني خلي المشروع ببالكم وخلي نفكر بشكل صحيح. نفكر.